لك العزة والكبرياء وأحسن الأسماء، عالم الغيب في الأرض والسماء، ملك عظيم وجنابك كريم ونهجك قويم، وأنت الرحمن الرحيم. لو أن أنفاس العباد قصائد حفلت بمدحك في جلال علاك، ما أدركت ما تستحق وقصرت عن مجدك الأسمى وحسن ثناك. وصلى الله على محمد حين اصطفاه، وسلم على ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك عليه ما أكمله وأعلاه. الحفل الكريم، هل أشرق الفجر إلا من مآذننا؟ وهل هم الغيث إلا من مآقينا؟ حتى النجوم على هاماتنا سجدت، والشمس من حسنها قامت تحيينا. القرآن الكريم خير بداية وأطيب نهاية، تطرب لسماعه الآذان ويسعد به كل إنسان. القرآن الكريم خير بداية مع الطالب عبد الرحمن أسامة. ماشي، تعالوا في نصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.